أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا، وإلى آخر محطاتنا في هذا الصباح نتحدث مع ضيوفنا عن أوبريت القدس. كنا في حلقة سابقة أيضا استضفنا مشاركين من هذا الأوبريت. اليوم نرحب بضيوفنا من داخل الاستوديو، طبعا رح يشاركونا يعني بغناهم أيضا ويتحدثونا أكثر عن هذا العمل. نرحب به على شمالي الأستاذ رمزي البعبيش منسق الأوبريت. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. صباح النور، صباح الوطن. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. وأيضا ستيف حنا وأمجد خير، أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك وصباح الجميع. اليوم ضيوفنا من بيت لحم، وقبل شوي من يافا. في عنا تنوع في المناطق الفلسطينية. شكرا لكم، يعني رغم الظروف الجوية كيف كانت الطريق؟ شوي صعبة بس الحمد لله مسهلة. سالكة يعني، شكرا الله. مش تمام. أهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم. بداية أبدأ معك أستاذ رمزي، حدثنا أكثر عن هذا العمل، وطبعا اللي هو من المفترض أنه يحدث في مصر خلال الشهر الجاري. تفضل. طيب، أوبريت القدس هو أوبريت شامل أشبه بالحلم العربي. فكرة طرحها مركز أريحة للثقافة والفنون بالاشتراك مع اتحاد الفنانين العرب بالقاهرة، وتبلورت لحقيقة. حصلنا على الكلمات من الكاتب الفلسطيني المتوكل طه، ولحن الأوبريت في القاهرة بأصابع الأستاذ شريف الوسيمي، طبعا منوجه له الشكر من هون. الهدف أو الرؤية لمركز أريحة للثقافة والفنون أن نغني القدس. بإذن الله سنجعل كل شخص عربي بهذا الأوبريت يغني القدس في السيارة، في البيت، في الاحتفالات، سنغني القدس. نعم، هذه كانت الفكرة يعني. نعم صحيح. من أجل الأوبريت هذه يعني للدلالة. الآن العيون كلها على القدس، لذلك سنجعل الألسن تغني القدس. صحيح. أينما ذهبنا سنغني بهذا الأوبريت، كما حصل في أوبريت الحلم العربي، كلنا غنينا أجيال وراء أجيال، سنغني أوبريت القدس. نعم بالفعل، يمكن يعني هذا مهم جدا أنه ترجع القدس تتصدر الأولويات، خاصة أنها في مرحلة سابقة. صحيح. كانت عاصمة الثقافة العربية. صحيح. وبإذن الله ستبقى عاصمة الثقافة، وسنجعل منها بإذن الله عاصمة للفن. أكيد. ويعني كمان يمكن القلاقل العربية والأوضاع يعني العربية خلت الملف القدس يتراجع قليلا، على الرغم من كل طبعا التهويد اللي تشهده المدينة، لكن هذا العمل أكيد بيرجع بيقدمها بصورة فنية. ستيف، احكي لنا عن مشاركتك في هذا العمل، وقديش يعني عم بتحضروا خلال الفترة، عم نحكي عن وقت قصير يعني خلال حتى نهاية شهر شباط الجاري. أول شيء يسعد صباحك ويسعد صباح فلسطين. أول شيء شكرا على المقابلة الحلوة، النبذة المعبرة جدا، وشرف إلنا كبير نكون مشاركين بهالأوبريت من خلال مركز الثقافة بأريحة، وعلى رأسهم الأستاذ نعيم ياغي والأستاذ رمزي البعبيش. شكر كبير لهم، أعطونا هالفرصة هذه اللي نوصل رسالة من خلالها نفرج العالم أنه إحنا لسه بأرضنا مزروعين بطريقتنا الخاصة، عم نكافح ومنناضل ومتشددين ومتزمدين في هالأرض الجميلة من خلال الأوبريت، أوبريت القدس. صحيح. أمجد، كمان أحكي لنا أكثر عن تجربتك. أول شيء يسعد صباحكم كمان مرة. يعني أنا بشكر الجميع اللي قائم على هذا الموضوع، على هذا المشروع أوبريت القدس، اللي بيثبتوا وطنيتنا ووجودنا بين الوطن العربي كفلسطينية رقم واحد. خلينا نحكي طبعا احنا من الناس اللي بنشجع انه يصير في هيك امور في البلد عندنا، ويعني كثير انبسطنا انه تم اختيارنا لهذا الأوبريت، أوبريت القدس، اللي نكون ممثلين فلسطينيين للأوبريت الموجود فيه قدام الفنانين في الوطن العربي، نبين فننا كفلسطينية، وإن شاء الله أنه نكون حسن ظن الجميع. يعني أكيد أكيد إحنا بانتظار هذا العمل متشوقين، يعني أيام قليلة تفصلنا عنه. أوبريت سيارة النور قريبا جدا. طبعاً للتنويه، من يشاركون بهذا الأوبريت هو فنانين عرب من معظم الدول العربية، أسماء يعني لامعة جدا، ولكنهم سنثبت أنهم ليس أقل مكانة من فنانين الفلسطينيين. مشاركة فنانين الفلسطينيين
التمني 8 اشخاص اللي راح يشاركوا. طبعا من هون بوجه لهم التحيه كلهم اللي شايفنا واللي راح يشوفنا ان شاء الله بالمستقبل. فنانين عندهم القدره وعندهم الامكانيات وعندهم الاصوات الجميله يقدروا يوصلوا صوت القدس مع فنانين مثل أصالة نصري مثل شيرين عبد الوهاب ومثل حسين الجسمي. وطبعا انا بشكرهم من خلال مركز اريحه للثقافه والفنون، بقول لهم شكرا انكم كنتوا تشاركونا في هذا الاوبريت وأقول لكم ستغنون القدس. صحيح، وهذا مهم جدا ان يكون كمان في مشاركه فلسطينيه في هذا الاوبريت. يعني احنا العدد الاكبر، العدد الاكبر 8 او 9 اشخاص من فلسطين سيشاركون والبقيه من كل دوله واحد او اثنين. وطبعا هذا بجهود مركز اريحه للثقافه والفنون واتحاد الفنانين العرب على راسهم الاستاذ مصعد فوده، بنوجه له كمان تحيه ونقول له صباح الخير. نعم، رح نحكي اكثر كمان عن ترتيبات واللوجستيات، بس خلينا نكسب وجودكم ونسمع شيء. تفضل امجد، ايش تحب تسمعنا؟ ايش حاب اسمعكم؟ طيب خلينا نقول موعدنا ارضك يا بلدنا، مهما تغربنا وبعدنا، موعدنا ارضك يا بلدنا، مهما تغربنا وبعدنا، مهما الايام تقسى الايام، مهما الايام تقسى الايام، على حبك نحن توعدنا، على حبك نحن توعدنا، الله يا بلدنا يا بلدنا. شكرا. الله. طيب عودة يعني لموضوع الأوبريت والتنسيق، متى ممكن نسمع الأوبريت؟ طبعا أنا طلبت إنه بلكي سمعنا جزء من الأوبريت، بس هو مفاجأة للجمهور. بنهاية الشهر الحالي إن شاء الله سيغادر الوفد، طبعا وفد برئاسة الأستاذ نعيم يابي راح يكون، سيشارك معنا الكاتب المتوكل طه كمان بالوفد، الفنانين المشاركين راح يكونوا طبعا الأستاذ ستيف حنا وأمجد خير وجورج تلجية، الفنان جورج تلجية والفنان يعقوب شاهين والفنان محمود الخطيب، طبعا محمود الخطيب من عكا، والفنانة ميار قدورة كمان من عكا، وفي عنا الأستاذ فنان فؤاد فؤاد مبصلة، وبعتقد ما نسيناش حدا، وفي عنا الأخ سيف صويطي كمان راح إن شاء الله يشارك معنا. نعم اكيد موجه لهم كلهم تحيه، واضح انه كمان في تنوع يعني من مختلف المناطق الفلسطينيه ايضا يعني مشاركين. بتشالبت لحن بتصحوا، احنا ايماننا انه فلسطين وحده، ما في فرق فيما بين عكا ورام الله، ولا في يعني فرصه انه نربط يعني الشمال بالجنوب، فرصة يعني اكيد القدس مش بس تجمعنا فلسطينيه وانما عربيه ايضا واسلاميا واسلاميا. استاذ سيف خلينا نحكي شوي عن الفرصه، قديش هاي الفرصه بالنسبه للفلسطيني المشارك في مثل هذا الاوبريت بهذا الحجم، خاصه لما بنحكي عن مواهب فلسطينيه موجوده وطاقات شبابيه بحاجه لتبني وعن دعم، يعني لازم يكون في دعم وتوجه رسمي، لانه للاسف عم نشوف انه كمان كثير من الشباب عم يتوجهوا للخارج وبحاولوا يسعوا دائما لتحقيق نجاح في الخارج ومن ثم بنرجع نتبناهم، فقديش مهم انه تنعطى الفرصه للشباب ولهي المواهب بانها تشارك في مثل يعني هاي الاعمال الكبيره. المزبوط، هذه فرصه يعني وسام لنا وشرف لنا أن نشارك فيها، والشكر طبعا لمركز الثقافة، فرصة كتير ممتازة بالنسبة لفنانين فلسطينيين غير معروفين دوليا خلينا نحكي، وبتخيل هذه راح تكون فرصة كتير مهمة لفنانين فلسطينيين يأخذوا هالفرصة اللي يوصلوا رسالتهم للعالم أنه إحنا شعب برضو صامدين بدنا نقدم ونوصل هالرسالة الموجودة عندنا. بالضبط، انه موضوعنا انه يعني احنا ننطلق من جوا البلد، يعني مش ننطلق من برا البلد ونرجع على جوا البلد، يعني هاي فكره مهمه ورئيسيه انه احنا يعني نبلش من فلسطين، خصوصا انه للقدس احنا قبل 6 سنين عملنا مهرجان في بيت سحور بيت لحم، مهرجان القدس عاصمة الثقافه العربيه،
يعني أنا كنت أحد المشاركين بهذا المهرجان، وهي كمان مرة بنأكد عربية القدس ولثقافة القدس في هذا الأوبريت وانطلاقة فلسطينية من داخل فلسطين، فهي يعني خطوة كثير رائعة. صحيح. بس قديش أمجد يعني كمان الفنان الشاب اللي عنده هاي الموهبة بيصطدم يمكن بحواجز وعقبات لحتى ينال فرصة أو يحقق ذاته أو يجد يعني مجال إنه يشارك بمثل هاي الأعمال. احنا عندنا هون موضوعنا في البلد شوي صعب، يعني صعب انه الفنان ينطلق بتمويله الخاص باموره الخاصه، لانه الـ 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 الامور الـ الـ والظروف اللي حوالينا السياسيه بتحجم الموضوع كثير لدرجه انها ممكن تلغيه. هاي نقطه. النقطه الثانيه، البرامج اللي هلا موجوده عالميا اللي هي البرامج الفنيه، المسابقات الفنية هاي كمان يعني حتى انه في كثير ناس اخذوا القاب ولكن ما بينوا، فهذا الحكي اثر على صعب الممثل المهمة علينا كثير انه احنا ننطلق كمان، فهمت كيف؟ فمنه فرصة انه نطلع في برنامج كانت كثير صعبة في البدايات. اثنين، الوضع السياسي عندنا في البلد كان شوي مشكلة، فاحنا نتحدى لسه يعني ولسه صامدين انه لازم نعمل اشي لبلدنا يعني، وهي الفرصة وان شاء الله الانطلاقة بتكون من بالفعل. وهو هذا كمان المهم، يعني هو الوجه الآخر لفلسطين، يعني دائما للأسف يعني نتصدر عناوين الأخبار والشاشات يعني بشهدائنا وبتضحياتنا، لكن كمان جانب المشرق هو العمل، قديش احنا كمان بننتج وبننجز وبنقدم عمل فني راقي. انا بدي أسأل سؤال أخير فيما يتعلق بإمتى ممكن نشوف الأوبريت؟ شوفي انا اللي بقدر اجاوبك، لان انا يعني عم بنسق مع القاهرة بإذن الله، يعني الوقت بنهاية الشهر راح يغادر للقاهرة. هناك 7 أيام تدريبات وبروفات مع الموزع والملحن والفرقة الموسيقية اللي راح تشارك، والثلاث أيام بيحتاج للتسجيل. فيعني بإذن الله قبل منتصف شهر آذار بكون الأوبريت بين إيدين الناس وبير النور. وكمان من هون يعني بختام هاي الحلقة بدي أوجه شكر للدكتور إيهاب بسيسو وزير الثقافة وللدكتور محمود خليفة وكيل وزارة الإعلام على الدعم اللي عمالهم بيقدموا لنا إياه، وعم بيفتحوا لنا أبواب اللي إحنا نعطي شيء هو جدير بالقدس. نعم، هذا مهم جدا. أكيد كمان إحنا نوجه لهم تحية، وللأسف انتهى وقتنا، لكن كمان إحنا متشجعين ومتحمسين إنه نشوف هذا الأوبريت. انتظرونا راح تشوفوا إيش إن شاء الله يعني بليق بالقدس وبليق في فلسطين. إن شاء الله نتمنى لكم كل توفيق على استضافتنا وعلى اهتمامكم في الأوبريت، و شكرا لكم كثير يعني. طبعا هذا واجبنا اكيد، وتروحوا بالسلامه وترجعوا لنا بالسلامه. شكرا. ان شاء الله. طيب في الختام ستيف، حابين نسمع منك شيء؟ أكيد. بس قبل ما تختم انا كمان بدي اودع المشاهدين كل الشكر لمتابعتكم مشاهدينا من بدايه حلقتنا، واكيد كل الشكر للضيوف اللي رافقونا اليوم. يتجدد الموعد في الغد. مني انا الاء كراجه من فريق العمل كل التحيه، ورح نختم فقرتنا وخير ما نختم فيه اليوم، خلينا نقول ختامها مسك صوت ستيف، تفضل. هذه القدس للشعب اللي نطرها، عاشوا وعانوا لجلها والخاطر، هذه القدس للشعب اللي نطرها، عاشوا وعانوا لجلها والخاطر، يا القدس تجدل للوطن شعرها، يوم الغضب بالدم نكتب شعر.